خلونا نروح دلوقتي تاني للزميل العزيز احمد علي يقول لنا انطباعات جمهور نادي الزمالك عن مباراه اليوم. اتفضل يا احمد. صبري بجدد الترحيب بحضرتك وفي نجوم الاستوديو التحليلي. احنا هنا من خلال المخصص لجمهور نادي الزمالك في ملعب المملكه ارينا، وجمهور نادي الزمالك بيتمنى ان شاء الله الزمالك النهارده. الناس كلها بتقول لك مش مهم النهارده الاداء، النهارده مباراه نتيجه، اهم حاجه النتيجه. ليه؟ الناس جايه من كل الاتحاد او زي ما بيتقال في كل حته في الدنيا جايين، الناس جايه من ايطاليا، ناس جايه من شمال السعوديه، ناس جايه من جده، ناس جايه من كل مدن المملكه عشان يتفرجوا ويتعاملوا نادي الزمالك. هاخد راي كل الناس الحلوه الزملكاويه اللي بتهاني اللي بتشرفنا ومنورنا على نادي الزمالك. ناخد توقعات كده قبل انا برحب بحضرتك وعايزك تقول لي توقعاتك لمباراه النهارده وايه اللي بتتمناه من اللعيبه النهارده في الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بنرحب بكل موجودين على بطولات الزمالك. ان شاء الله ما عندناش بديل غير الفوز ان شاء الله بامر الله، واحنا كلنا ثقه في الرجاله مشيئه الرحمن هنكسب ان شاء الله. برحب بيك وعايزك تقول لي توقعك النهارده، حاسس بايه قبل الماتش؟ ان شاء الله متفائلين جدا، عندنا ثقه في اللعيبه هيكونوا قد المسؤوليه وهيفرحونا وهيفرحوا الجماهير. زي ما حضرتك ذكرت في جماهير جايه من كل انحاء الدول العربيه، جايه من مصر وجايه من الامارات وجايه من السعوديه وجايه من قطر وداخل المملكه كمان من جده ومن الدمام. فان شاء الله ان شاء الله الناس دي تكون يعني مروحه فرحانه النهارده ان شاء الله. يا عمي قول لي توقعك النهارده وامنياتك. ان شاء الله ان شاء الله هنكسب باذن الله باذن الله باذن الله هنكسب. يعني انا شايف الروح جميله و وجمهور كتير وجاي من كل حته، من الامارات، من قطر، وهنا من الدمام، من جده، من كل حته. ان شاء الله هنكسب باذن الله. قول لي توقعك النهارده. ان شاء الله هنكسب. الكره هتنصفنا النهارده ان شاء الله، خذلتنا كتير الايام اللي فاتت، بس ان شاء الله ربنا معانا النهارده هنكسب ان شاء الله. اهم حاجه يكون في روح رياضيه ومباراه تعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هنكسب 3-1 يا رب ان شاء الله. شايف المباراه ازاي يعني؟ ان شاء الله باذن الله. من خبرتك في تشجيعك للنادي الزمالك. طبعا يعني باذن الله تعالى احنا عندنا ثقه الرجاله، الجماهير دي كلها ترجع فرحانه. في ناس جايه من امريكا واللي جاي من هنا من كل مدن السعوديه واللي جاي من البحرين والقطر. فباذن الله نرجع فرحين النهارده والسوبر زملكاوي ان شاء الله. تعالى قول لي ان شاء الله هنكسب النهارده وكل الناس دي ترجع مبسوطه وفرحانه وان شاء الله باذن الله يعني دي بدايه البطولات للزمالك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله امجاد الزمالك راجعه تاني ان شاء الله باذن الله. هاخد بقى راي الجماعه هنا الزملكاويه حبايبنا. قول لي اتوقع ان شاء الله الزمالك يفوز ان شاء الله 3-0 بمشيئه الله عز وجل، وهنشل البطوله بمشيئه الله عز وجل ان شاء الله. جاي منين تتفرج على من جده؟ والله من جده. ان شاء الله. قول لي بقى جاي منين وتوقعك؟ زملكاوي قديم. لا تاني كده عشان من الرياض ان شاء الله. يعني فوز السودان فوز الفريق الزمالك طبعا فريق كبير، واتمنى الفوز يعني في 3-4 كمان ان شاء الله في فن الهندسه. شكرا. خدنا رايك ان شاء الله. قول رايك معانا. عندنا ثقه في اللعيبه وثقه في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في اللعيبه، واللعيبه قد المسؤوليه وكمان اللعيبه عارفه الجماهير واقفه وراها قد ايه عشان خاطر باذن الله يجيبوا لنا باذن الله. يا كابتن طارق